بل حديث المدرب لورن. جول جول مبكر، كل الحديث الآن عن الأهلي، والتقدم جاء عن طريق من؟ عن طريق اللاعب أحمد بصاص. يكفي الاسم والأسماء الكبيرة التي قدمتها بصاص، خطف الكرة أولا وبعد ذلك مرر بصاص، يتقدم بهدف مقابل لا شيء. تقدم لعدلي والعرضية، سجل تيمو تيربيويا، سجل هدف التعادل. الجهة اليمنى لباريس سان جيرمان هي متحركة بفضل ياسين عدلي الذي أرسل كرة عرضية فاتت. لو تهيأت، يا سلام يا سلام يا سلام يا، والمتابعة جول جول. الأهلي يتقدم على البي اس جي بهدف ثاني جميل، هدف عن طريق هيثم عسيري، أول أهداف في بطولة الكأس الدولية. الإصرار بعد مراوغة مثالية، قدمت بالكرة الأولى والثانية وسددت القفاز الأيسر لكروزيون.